هبه صارت موجوده معنا وحلقه من 1 2 3. اليوم رح نحكي عن رياضه هيك بمكان بيكون هيك اخطر بالعاده، وبس واحد هيك قبل ما يوصل على لبنان ويجي بده يهط بمطار رفيق الحرير الدولي بلبنان بشوف هيك مساحه خضراء بيلعبوا فيها غولف. اليوم رح تخبرنا عنها هبه اكثر مع ضيفه باستوديو. صباح الخير هبه. صباح النور. هيدي رياضه انا بتعرفي هيك بنغرش قلبي عليها لانه بناتي بيلعبوا غولف كانوا هن صغار وعندهم ميداليات كثير حلو لانه قليل ما نشوف عن جد اولاد يعني بتمارس هالرياضه. حنحكي تفاصيل اكثر هلا اكيد مع ضيفه. بدي اقول صباح الخير لكل المشاهدين اكيد. كريم سلام رئيس الاتحاد اللبناني للغولف، بونجور. صباح الخير. كيفك؟ الحمد لله ماشي الحال. الحمد لله. اهلا وسهلا كريم. بونجور. صباح الخير. يعني غولف هيدا نوع من السبور يلي مش دائما بنسمع فيه، بس وقت ما نجي هيك نتعمق بهالنوع من الرياضه بنشوف رياضة كتير حلوة فيها كتير قصص نحنا هيك ما بنعرفها لازم نتعرف عليها. اليوم بدك تخبرنا أكثر عن الغولف، الغولف بلبنان كيف وكيف عم بيتطور، كيف عم بتطوروه كاتحاد. أول شيء خلينا نبلش من نقطة الصفر، غولف. خبرنا أكثر عن هاللعبة. أول شيء هبة بس قبل ما نبلش نحكي عن الغولف بدي وجه تحية لأبطالنا الجيش اللبناني. أكيد. يلي عم يعني إن شاء الله راح يعمل انتصارات كبيرة والله يحميهم. إن شاء الله يا رب. بموضوع الغولف، الغولف بلبنان له تاريخ، كان يبقى عنا 4 نوادي غولف بلبنان. صح. اليوم عنا نادي واحد والحمد لله اللي قدر مثل الدولة مثل الوطن قدر يسابر على كل الاستحقاقات اللي مرقت عليه. نعم. فنحن اليوم عم نجرب انه نطور اللعبة بالاتحاد من عدة مشاريع لها علاقة شيء بالمدارس، شيء له علاقة بالامتداد الاختراب اللبناني. يعني في عنا حتى كثير لبنانيه عم يبينوا معنا انه عندهم الموهبه لانه يمثلوا لبنان وموجودين برا، بس ما كانوا يعرفوا انه في اتحاد غولف او في غولف بلبنان. فكل هالامور عم نجرب نعملها لحتى نقول انه الغولف يلي كان لبنان اول ناس صدروا على البلاد العربيه وقدروا هن ياخذوها اكثر ويستعملوها للسياحه ويطوروها، نحن اكيد بنقدر نعمل هالشيء لما كمان يكون في شركاء بالوطن حابين انه يحافظوا على هالصرح. طيب انا بدي احكي هلا شوي تكنيك، يعني اللي قاعد ببيته هلا عم يحضرنا ومثل انا ما كنت بعرف اصلا يعني قوانين رياضه الغولف، بدنا يعني نعرف المشاهدين اكثر كيف بتنلعب. عم شوف كمان عصايات وراك، كم بعرف انه في حفر بتكون موجوده بالملعب العشب، خبرنا اكثر هيدي التفاصيل يلي في كثير عالم انا مأكده ما بيعرفوا تفاصيل هالقد عن هالرياضه. اول شيء ملعب الغولف بده مساحه خضراء. في مساحه معينه؟ يعني ما في مساحه معينه قد ما في مسافات لازم تكون موجودة. والعشب حتى له أنواع عشب خصوصي، يعني مش حيلا عشب بيناسب ملعب الغولف، وعادة هيدا ما بيلتقى وين مكان، يعني بدك تجيبيه خاص ينعمل لينزرع لينفلش. بملعب الغولف بيكون في 18 حفرة. أوكي. كل حفرة لها نقطة انطلاق ولا نقطة وصول اللي هي عبارة عن الجورة اللي بتنزل فيها الطابة. وكل واحدة لها ميزات من حيث المسافة، من حيث يعني اللي بده يرسم اللي بيعمر ملعب غولف بيكون شايف الديزاين براسه وبعدين بينفذ قبل ما يعمر الملعب. كل جوره لها مسافه معينه بينحط لها عوامل لتصعب على اللاعب انه يقدر يوصل الطابه من نقطه الانطلاق لنقطه الوصول بالحفره بالعدد الضربات، يعني امرار بيحطوا مي، امرار بيحطوا شجر، امرار بيحطوا رمل. فكل هدول الامور بتدخل لانه تعمل لعبه الغولف اصعب، سسبنس اكثر. سسبنس اكثر، فيها تحدي اكثر بتصير، فيها تحدي. هلا التحدي مش بس عوامل لها علاقه بالملعب، كمان لها علاقه بالنفسيا اللاعب قد ايه جاهز، معصب او ما معصب، تعبان او ما تعبان. ففيها المميزات اللي مش بس لها علاقه بالملعب، يعني بده الشخص يكون كثير رايق اعصابه، كمان بدها ذكاء، يعني بدها تقدر تفكر انت قد ايه بدك تقوي الضربه او تخففها بركي. طيب فاذا كل في عندنا 18 جوره، خلينا نقول كل جوره لها نقطه، لها نقطه لتضرب منها طابه الغولف. طيب اكيد مش من الضربه الاولى بتوصل الطابه على قلب الحفره تبعها. في عندنا عدد ضربات معينه لازم تنضرب او كيف بتصير؟ سؤال كثير منيح. كل حفره حسب المسافه تاعيتها إلى معدل لازم تنعمل بضربات معين،
يعني الجورة اللي مسافتها 100 متر لازم عادة تنعمل بثلاث ضربات، الجورة اللي مسافتها لنقول 200 متر لازم تنعمل بأربع ضربات، والجورة اللي فوق ال 500 متر بخمس ضربات. هلا اللي بيصير هبه لما انت بتجي على جوره، نقول اهين شيء جوره الصغيره او مسافتها قصيره، لازم تنعمل بثلاث ضربات وعملتيها باربعه، بيقولوا انك انت عملت زائد واحد عن المعدل. اوكي. هلا لتخلص ال 18 جوره المعدل بيكون يا 71 ضربه يا 72 ضربه يا 73 ضربه حسب قديش الملعب طوله. اوكي. فلما بيجي حدا بيقول انه انا مثلا عملت 80 والمعدل تبع الملعب 72، بكون عملت 8 ضربات فوق المعدل. وهيك بيصير العالم تعرف شو المستوى تبعهم، هيك بنحسب النقاط يعني، هيك بنحسب وهيك بتحدد على اساسها مين الفايز على مين. بعدين هيك هبه اذا انا بدي العب ضدك، بيجي بسالك هبه انت شو مستواك، بتقولي لي انا عاده المعدل تبعي زائد 8. اي 8 فوق المعدل العام. اوكي. انا الريكار شو هو وشو عاده افضل حدا مسجل رقم هلا زائد قد ايه؟ لا بالعكس، ناقص. ناقص قد ايه؟ هلا المحترفين المحترفين بيعملوا ناقص. ناقص المعدل. انا اللي بعرفه هو 59 ضربه على معدل ملعب 72، اي 13 ضربه اوطى من المعدل. اوه حلو كثير. ف حلو، عقبال ما يصير عندنا معدل. اكيد اكيد. حلو. وهو الحلو كمان عندهم بنادي الجولف انه كانوا دائما يعملوا اكاديمي صيفيه يعني، وهذا الشيء هلا حنحكي عنهم، وهذا اللي دائما بلشوه من قبل، وهذا اللي خلى كمان جيل صغير ما كان بيعرف كثير لعبه الجولف، يعني يمكن اهله ما كانوا يعرفوا لعبه الجولف، صاروا هن ينزلوا على الملعب ويلعبوا جولف ويشوفوا هالرياضه قديش حلوه، هيك بقدامهم هيك في طبيعه حلوه، ويقدروا هن يمارسوا هالرياضه اللي هي منا سهله ومنا كثير موجوده، ويقدروا يحققوا نجاحات، ياخذوا ميداليات، ياخذوا كؤوس كمان باخر كل موسم. على كل حال يعني نادي الجولف عريق عن جد، موقع يعني الخضار يلي فيه وجماله هالنادي عن جد، يعني بيشجع بعد اكثر الاولاد والكبار حتى يجوا وينبسطوا، يقضوا نهار بركي اولادهم يلعبوا جولف. عم نحكي انه رياضه حلوه، رياضه لازم الكل يتشجع يلعبها، بس رياضه مكلفه بنفس الوقت. هلا اليوم تاريخيا مزبوط كانت مكلفه، بس ابتداء من ال 94 بلشت تتغير هالشيء مع ظاهره وصول تايجر وودز. مظبوط. اللي هو نقل لعبة الجولف كأول شيء، ثابت أنه كأول شخص من جذور أفريقية بين على الساحة الأمريكانية، لما كانت هاللعبة حكر على إذا بدنا نقول البيض بأمريكا بالأخص بالمحترفين، إجا مع الإنترنت بلشت كانت تطلع طلعتها، والوقت الاقتصاد الأمريكاني كمان كان طالع قوته، يلي سمح للتلفزيون انه يفوت على الرياضه ويبلش يستثمر فيها مصاري. لما بلش يعمل انجازات هبه، صار في اقبال على لعبه الجولف. لما صار في اقبال، صار في شرك عم تفكر تجاريا انه انا كيف في خل استفيد تجاريا من هالبوبوليشن الجديده اللي بلشت تتعلم جولف. ومن هون بوقتها كان في شيء اربع او خمس شرك بس يصنعوا ادوات جولف. أوكي. اليوم في عنا فوق ال 40 شركه صارت تصنع، ولما صار فيها العدد صار في عندك الكلفه نزلت لعده الجولف. هلا صار في اذا حدا بده يتعلم جولف ويشتري معدات بتكلف 100-150 دولار، واكيد اذا بدك تصير تروح للاحتراف اكثر او للمعدات اللي بيستعملوها المحترفين او الاشخاص اللي بيلعبوا جولف منيح، توصل لل 1000 دولار 1500 دولار، بس صارت بيقدر مين ما كان يقدر يشتري. مع انه هي بعد يعني دائما هيدي الرياضه بتاخذ طابع انه العالم البزنس مان، العالم الارستقراطي اللي معهم كثير مصاري هن، بس يعني حتى بنشوف بالموفيز مثلا بالمكتب تبعه في عنده هيك محل يتسلى، محل صغير اندور ليلعب جولف، انه بتحسها اخذه هيدا الطابع انه بس للعالم، لفئه معينه من العالم. هلا انتم بلبنان نحن هون عم نحاول نغير هيدا الشيء. انا بعرف انه الاتحاد انتم عم تشتغلوا بطريقه ممتازه جدا لرياضه الجولف، عم بتفوتوا على المدارس، يعني هيك رياضه لتفوت على المدارس. صار عندنا ست مدارس بلبنان تحمست لهالفكره وبدها تخلي يعني التلاميذ يعني عباله روح تمرن والعاب. كيف عم تساعدوا؟ كيف خطرت لكم الفكره اصلا انه بهيك رياضه منا صراحه خلينا نقولها مثل ما هي منا شعبيه تقدروا تفوتوا على المدارس ونجحتوا فيها؟ هو هبه لما تشكل الاتحاد الجديد باكتوبر 2016 قعدنا لاول اجتماع وحطينا رسمنا
خريطة طريق لأربع سنين اللي نحن بدتنا فيها بالتزامن مع لعبة الجولف رجعت للأولمبياد بال 2016، كانت غايبة كل هالفترة عن الأولمبياد ورجعت بالأولمبياد 2016. فكوني قبل أربع بنات قعدت أفكر أنه أنا اليوم كيف هي الأصدقاء أولادي شجعهم ليتعلموا جولف، مع العلم أنه مثل ما قالت ريدا أنه نادي الجولف كان مأمن أكاديمية لا للمشتركين بالجولف، بس أنا كيف فيي أفتح أفق وشجع العالم وجرب أكسر هالفكرة أنه لا هاللعبة بس لفئة معينة. ومن هون الاتحاد قرر أنه يتواصل مع الاتحاد الدولي وقال له أنه نحن عنا عدة خطط، واحدة منهم هيدي، وبما أنه الاتحاد الدولي الناشئين كتير بهمه هالموضوع أمننا المعدات الخصوصية لنعلم إندور جولف اللي هي بتأسس التلميذ بدون ما يكون بحاجة لملعب جولف، لعبال ما بس يكون جاهز ساعتها بيجي على نادي الجولف وبيمارس لعبة الجولف. وهون الهبة بس حتى تعرفي الاتحاد ما عنده جهاز فني لإله لينفذ هالمشروع، وهون اجى الشريك الاساسي للاتحاد لتنفيذ هالمشروع اللي هو نادي الجولف اللبناني. نادي الجولف اللبناني العالم تفتكر انه نادي لفئه معينه، يعني له صوره طابع معين، ما بيعرفوا انه هالنادي هو نادي وطني. هو نادي خلال كل السنين اثبت انه لكل الاستحقاقات ان كان السياحيه او البيئيه او الرياضيه هو موجود، ان كان بالجولف او بالتنس او بالسباحه. النادي الجولف اللبناني اول شيء عمله قال انا كيف فيي ساعد الاتحاد ليحقق هالمشاريع، قدمنا المدربين، قدمنا المعدات، واكثر من هيك لما عملنا البطوله هو استضافها مجانا، ونحن اليوم هبه كل هالمشاريع اللي عملناها ما كلفت المدارس اي شيء، نحن بس كان بدنا انه المدرسه تكون قبلانه انه نحن نروح لعندها وانه نعلم التلاميذ جولف، عشان نحن توقعنا انه رح يكون العالم منا مقتنعه او في عندي كان تاخذ الخطوه. فتفاجئنا نحن بالخطه العمل تاعتنا اللي قدمناها للاتحاد الدولي وعملنا المؤتمر الصحفي انه المفروض يكون كان في مدرستين جولف، تفاجئنا انه في ست مدارس واكثر طلبوا، بس بما انه نحن ما كنا بعد جاهزين ليكون عندنا سكجول ومدربين ليلحقوا على كل المدارس اللي طلبوا بلشنا بسته. السنة الجاية رح يكون عندنا 12 مدرسة أكثر. من أصلها 12 في عندنا مدرستين رسميات رح يكونوا. تواصلنا مع وزارة التربية ووزارة التربية في الأنشطة الرياضية، تواصلنا معهم لأنه يكون في مدرستين رسمية ضمن هالبرنامج. كتير حلو. هون عم شوف الجولف كلابز وراك كمان، إذا بدك شوي تشرح عنهم كريم. العصيان الجولف لهم عدة مميزات. الفرق هي كل عصاية بتضرب مسافة معينة. يعني مثلا اللي بتفرق معهم اذا بنجي بناخد هيدي رقم 9 هنشوفها هون على هيدي على هيدي هي الكاميرا مثلا، شو الفرق بين هاي العصاية وبين هيدي العصاية؟ اذا من رح نجرب نشوف نفرج المشاهدين الطول، الفرق طول هو العرض هو الانجل تبع العصايه قديش مفتوح الراس. كل ما الراس مفتوح اكثر كل ما المسافه بتجي اقصر. اوكي سو كل واحد لما يكون عم يلعب بده هو يقدر المسافه المتبقيه له للحفره وينقي واحده من هالعصيان يلي بتوصلوا لهالمسافه. هون كم عصايه عنا؟ هون عنا 14 بالقانون. نحن بحق بالقانون انه نستعمل 14 عصايه. اوكي هلا اكيد فيك انت قبل ما تنزل تلعبي تغيري بالعصيان، يعني انت بتنزلي على ملعب طويل يمكن في عصيان ما رح تستعمليهم بتبدليهم بعصيان ثانيين، بس لما تنزلي تلعبي لك حق ب 14 عصايه. في هيدي العصايه الكبيره انا هيدا انت اكثر وحده عيني فيها، هيدا اكثر وحده حبيتها. هيدا اذا عجبتيني رح تاكلي قتلي فيها. هيدي عاده للجوري اللي مسافتها اكثر من 150 متر ببلشوا نقطه الانطلاق فيها، اذا بتلاحظي الراس اكبر. حلوه عن جد. ففي عده عوامل بتاثر لانه تبعت الطابه لمسافه اطول. وعندنا هيدي العصايه اللي اسمها باتر، هيدا اسمه درايفر يعني الانطلاق. أوكي. الباتر هيدا بيجي بعده قياسات، بيجي بعده اشكال. هيدا بنستعمله حوالي الحفره محل ما في العلم يلي بيكون مثل السجاده. كثير 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 بيكون مقصوص بطريقه انه الطابه ما تاثر. أوكي. الاتجاه تبعها. فبيستعملوا هيدي العصايه.
اوكي، يعني تقريبا انا لكل حفره او لكل ضربه بستعمل عصايه معينه، او فيني لا فيني دلني بنفس ما بعرف. هلا فيكي، بس انت الهدف انه بدك توصلي للحفره تاعيتك اوكي باقل عدد ضربات لتفوت الطابه. اوكي سو انت اللي بدك تعمليه بدك تشوفي مثلا انا اليوم على مسافه 150 متر شو العصايه اللي بدها تخليني اوصل للحفره. بتطلع بتعرف بتكون انت تمرنتي على مدمار التدريب هبه، بتصير تعرفي حالك انه هالعصايه يمكن غيضة بتعوز مثلا رقم 6 يمكن انت تعوز رقم 8. هلا المهم انك توصلي باي عصايه هن عم بيهينوها، يعني شغله العصايه تجرب تساعدك لتوصلي، بس بالاخر انت قرارك وانت قديش فيزيكلي بتضربي بكل وحده. كل واحد بيضرب شيء، يعني اذا انت استعملت 8 وانا استعملت 8 ما بتروح بذات المسافه. حلو كتير. اي اعمار عم بتغطوها بالمدارس؟ بس نحن عشان المعدات اللي اجتنا من الاتحاد الدولي لفئات ال 8 ل 12 سنه. هلا عم نجرب نجيب معدات للاصغر وللاكبر، وهن ذاتهم هدول غيضة استعملناهم لما عملنا مشروع المناطق. مش بس بالمدارس، رحنا على المناطق، طلعنا على السلطانيه، طلعنا على حلبة، قضينا نهار مع جمعيات ومع بلديات لنقول انه نحن الجولف موجوده ونخبر العالم. وحتى في يعني بزيارتنا لحلبة كان في تلميذ على ويلتشير، فكان قاعد على جنب والبقيه من زملائه واصحابه عم يلعبوا جولف، فاجى لعند الكوتش قال له في اسالك سؤال، قال له تفضل، قال له انا ولا مره قدرت اعمل رياضه. ففي هيدي الصوره هون عم نشوفها، هيدي الصوره. قال له اولك انا في العب جولف، فبتكتها جاب له المضرب اللي بتشوفوه خصوصي اذا بتلاحظوا الراس اكبر والطابه، وقال له جرب. وحتى اخذنا فيديو له هو عم يلعب. هيدا الفيديو لما حطيناه على السوشيال ميديا عنا شافوا اكثر من 120 الف شخص. فنحن هيدا هدفنا، هدفنا نقول انه هاللعبه بيقدر مين ما كان يزاولها، ونحن جايين نغير وجهه النظر انه هاللعبه لفئه معينه نخبوية. بس هون كنا بحلبة عم نشوف مع استاذ كريم الراسي اللي ساعدنا انه نقضي نهار فوق عنده. طب كريم، يعني تقريبا مباراه الجولف قد ايه بتاخذ وقت لتخلص؟ بتاخذ تقريبا بين 3 ساعات ونص للاربع ساعات. بدون الورم اب، جاست البلاي. اوكي، مع الورم اب مع كل شيء بتاخذ بين الست ساعات تقريبا. حلو. طيب نحن وقتنا خلص، يعني بعرف انه بعد عندنا كثير قصص نحكيها، كمان في شغله قلتليها تحت الهواء انه اولاد وكبار وبنات حتى وشباب هلا عم بيتحمسوا اكثر لهالرياضه، وانتم كاتحاد عندكم بعرف اجنده كثير طويله تعملوها. حنرجع اكيد نترافق معك بغير انترفيوز ونعرف نشاطاتكم اكثر وشو عم تعملوا كمان اكيد. انا بس بدي كمان شغله هبه، بدي استفيد من هالمناسبه اول شيء اشكر فيوتشر تي في اللي دائما هو شريك اساسي للاتحاد الجولف. اهلا وسهلا. وقول لاي حدا بده يتعلم جولف انه نادي الجولف فاتح بوابه والاتحاد فاتح بوابه، ما عليه الا يجي. بس ليجي نحن بنهتم بكل شيء. هي كل حدا هلا بحب الجولف عم بيشوفنا، نادي الجولف لكم بانتظاركم، والاتحاد اكيد ناطركم ليقدم لكم كل خدماته. شكرا كثير كريم، واهلا وسهلا فيك اكيد بعالم الصباح. شكرا كثير هبه، بنشوفك احد الجاي. نحن ان شاء الله رح نتابع محطاتنا بعد لحظات مع ضيوفنا، خليكن معنا.